وآخر يقول كيف أعمل على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم مقابل قال وأنا أقابل إعلام وقنوات بعضها أو أكثرها غير مسلمة. نعم، تنصر الرسول أولا بنفسك أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما أنك تنصره باللسان بدون أن تكون متبعا له أو عاملا بسنته فهذا لا يجدي شيئا. لا بد أولا أن تنصره في نفسك واعتقادك وإيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتك له، ثم تنصره بالحجة والبرهان إذا كان عندك علم، إذا كان عندك علم وحجة وبرهان فإنك تبرز ذلك وتطعن في وجوه الخصوم، وإذا لم يكن عندك علم فيكفي أن تنصره في قلبك وفي عقيدتك ومحبتك له صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته إن هناك وسائل إعلام وهناك وهناك هذه كلها ولله الحمد تندحر أمام الحق مهما كثرت، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. نعم.